أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مهندس سعيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وتضم الحكومة 39 وزيرا، منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة. ويعتبر الوزير ياسين وليد وزيرا منتدب بالمؤسسات الناشطة الصغيرة، وزيرا في الحكومة، والذي بلغ من العمر 26 سنة، وسيكون أول اجتماع للحكومة الأحد القادم مجلس الوزراء. قائمة الوزراء: صبري بوغدو وزيرا للشؤون الخارجية، كمال جدب الجلود وزيرا للداخلية، بالقاسم زغماتي وزيرا للعدل، راوية عبد الرحمن وزيرة للمالية، محمد عقراب وزيرا للطاقة، الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، يوسف بالمهدي وزيرا للشؤون الدينية، شمس الدين شيتور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، هيام فريحة وزيرة للتكوين المهني، سيد علي خلدي وزيرا للشباب والرياضة، ماليكا بن داود وزيرة للثقافة، كوثر كيركو وزيرة للتضامن، شريف عماري وزيرا للفلاحة، كمال رزي وزيرا للتجارة، براقي أرزقي وزيرا للموارد المائية، عبد الرحمن بن بوزيد وزيرا للصحة، بسمة عزور وزيرة للعلاقات مع البرلمان، سيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحري، فرحات أيت علي وزيرا للصناعة، محمد أوجات وزيرا للتربية، ماليكا بن داود وزيرا للثقافة، إبراهيم بوزل وزيرا للبريد والمواصلات والتكنولوجيا الرقمية، السيد علي خلداوي وزيرا للشباب والرياضة، كوثر كيكو وزيرة للتضامن الوطني، أحمد فؤاد شوقي عاشق يوسف وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسمة أوزار وزيرة للعلاقة مع البرلمان، نصيرة بن حراث وزيرة للبيئة، سيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدلانية، فؤاد شحات وزيرا منتدب مكلف بالفلاحة الصحراوية، عيسى باكي وزيرا منتدب مكلفا بالتجارة الخارجية، عبد الرحمن لطفي وزيرا منتدب مكلفا بالصناعة الصيدلانية، حمزة سيد الشيخ وزيرا منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية، نسيم ضياف وزيرا منتدب مكلف بالحضانات، رشيد بودهنة كاتب للدولة مكلف بالجالية الوطنية.